السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني الكرام. اليوم في هذا الفيديو نحاول نديرو بيان سور التتيمة ديالنا. جو بونس أنه وصلنا للفيديو الرابع في ليكسيل بيان سور. دونك قبل ما نبدا هذا الفيديو نبغي نشكر الناس اللي هما كيموتيفيوني بلي ميساج بلي ميساج اللي كيصيفطو الزوينين لي كومونتير لي لايك ان سي دي سويت. فريمون فريمون كاينين الناس كيموتيفونا وكاينين الناس الحمد لله بانه كنوصلوهم الميساج ولو غير قليل ولكن كيستافدو ولله الحمد. دونك قبل ما نبدا هاد لا فيديو ديال لا سويت ديال ليكسيل نبغي حاجه وحده هي لي موتيفاسيون ديالكم، يعني تخلي ليا امتيت لايك فريمون فريمون. واخا تكون مع عمرك عرفتي شنو هو الاكسل مايكروسوفت اكسل، اليوم ان شاء الله معايا ان شاء الله غنمشيو ايطاب بار ايطاب. حنا كنعرفو الاكسل وحتى تولي ان شاء الله بروفيسيونيل. كون على يقين بانك الى خديتي هذا الامر هذا بجديه وكنتي كتفرج في لي فيديو اللي كندير وكتبراتيكي داكشي، كون على يقين بانك فريمون غتستافد سيري سيغتان. رايت دونك بلا ما نقول لكم، المهم راكم عارفين لي كومونتير لي بون كومونتير لي لايك هادشي شويه. بيان سور لي مازال ما ابونيش ابونيفو بور ريسيفوار لي نوفيل انفورماسيون، سواء كانت اون جينيرال على ليكسيل سواء كانت حاجه اخرى. دونك نبداو لا فيديو بلا ما نطولو لا فيديو. نبداو لا فيديو اليوم ان شاء الله غنوريكم كيفاش غدير un tableau professionnel. On va voir d'abord la création d'un tableau. Alors, ce que je dire la création, j'ai essayé de faire la vidéo, normalement, je ne vais pas faire cette lesson de ce tableau, mais il y a beaucoup d'informations que je vais essayer de faire une situation et on va voir. Donc, on va voir la barakati Allah. Aujourd'hui, on va voir كيفاش غنديرو ان طابلو سو اكسل. اوكي دونك كيما شفتو معايا هنايا عندنا واحد الطابلو اللي هو بروفيسيونيل. ان شاء الله غنوريك يعني كيفاش تتوصل لهذا المستوى هذا باش دير دي طابلو بروفيسيونيل، لدرجه انه كتدخل دي زانفورماسيون اون فوا كتكليكي على واحد الفليش هنايا كيعطيك يعني دي زانفورماسيون اللي بغيتيها باش تخدمها في داك الطابلو مثلا. دونك غنحاولو نديرو حنايا ان طابلو سامبل وحنا غاديين تنوصلو ان شاء الله لطابلو بروفيسيونيل. دونك اورايت غنرجعو فين كنا. اوكي فوالا فوالا غنرجعو فين كنا. دونك هنايا انتما كيما شتو دونك اليوم كيما قلت لكم غنحاولوا نتعرفوا يعني نديروا لا كرياسيون دان طابلو. اوكي دونك هنا غنحاولوا نرجع كيما كانت. دونك هنايا قبل ما تكري الطابلو من الاحسن باش تكتب في لي كولوم ديالك داكشي اللي بغيتي. باردون عليكم، مثلا هنايا بغيت ان طابلو، مثلا كنكتب داكشي اللي بغيت ندير في الطابلو ولي كولون كيساعدوني. علاش؟ مثلا هنايا كنكتب داكشي اللي بغيت، كنمشي للكولون الثاني السيول الثاني اللي هو السي، كنكتب مثلا الكونتيتي ديالي ولا اللي بغيت ولا البري يونيتي ولا داكشي اللي بغيتي تكتب نتايا. مثلا غنحاولو نديرو تطبيق. الو غنكتبو مثلا ديزينياسيون كيما العادة، ديزينياسيون دي زوفراج. اوكي الوغ ديزينياسيون دي زوفراج ياك. الوغ راه ديجا وريتكم يعني هنايا مثلا كتبت في هاد الكولون هادي والكتابة ما واخداش الحجم ديال الكولون ديالي، سكيفي انه كنمشي لهنايا ما بين سي و بي، يا اما كنكليك دوبل كليك
يا اما كنكليك عليها وكنجر كليك غوش وكنجر اليمين حتى تكون الحجم ديال الكتابة الحجم ديال الكولوم. رايت دونك كنترول زد باش نرجعو فين كنا. دونك كيما قلت لكم كتكليكي على ديزينياسيون كتجي هنايا دوبل كليك تو سامبلوم. اوكي دونك هنايا غندير نيميرو دي زارتيكل، نيميرو دارتيكل باردون، نيميرو دارتيكل. اوكي ولا نيميرو دي بخي ولا المهم انت على حساب شنو بغيتي. الوغ هنايا غندير مثلا الكونتيتي ديالي ولا لونيتي. اوكي نكتب لونيتي، نكتب الكونتيتي ديالي، سوا كتكتب يو راه كنرمزو ليها يو لونيتي، سوا كتكتب اونيتي سي لا ميم شوز. اوكي دونك هنايا غنكتبو غير يو، وهنايا غنكتبو بيان سور كونتيتي. الوغ حتى الكونتيتي ما كنكتبوهاش كاملة، المهم على حسب شنو بغيتي نتايا وصافي. كونتيتي نمشيو هنايا نكتبو بري اونيتي مونجيسكي بيان سور بري اونيتي، وهنا بري اونيتي. الوغ هنايا بري اونيتي، الوغ بري اونيتي يعني ملي كنديرو البري اونيتي يعني البري ديال واحد الحاجة، وملي كنمشيو كنديرو بري اونيتي كنديرو بري اونيتي اور تاكس يعني اور تاكس توتال. بري اونيتي اور تاكس ولا توتال ولا المهم على حساب شنو انت باغي لوبجيكتيف ديالك ديال هاد الطابلو هذا. اوكي انا كنعطيكم كاكزومبل وصافي. اورايت دونك هنايا باغي نسونطخي هاد ليكريتور ديالي هاد التكست ديالي اللي كتبت في لي كولون باغي نسونطخيهم، يعني يجوني في السونتخ ديال الكولون. سكيفي انه شنو كندير كنسيليكسيوني عليهم، ابخي شنو فين كنمشي كنمشي لسونتخي بيان سور اللي هي هادي راه كتبان بحال الكتابة، كتكليكي عليها راه كتعطيك سونتخي للتكست. كنكليكي عليها تو سامبلومون كتسونتخي لو تكست ديالي. رايت هنايا نيميرو دارتيكل نفس لوغلام. اوكي سونتخي هيا مسونتخي. اوكي دونك هنايا اول حاجة شنو بغيت ندير، بغيت نكريي واحد طابلو ياك. دابا انا يمكن ليا قبل ما نكري هاد الطابلو مثلا هاد ديزينياسيون دي زوفراج نحلق عليها ما عجبتنيش هكا، دونك كنمشي لهنايا كنمشي للبوليس مثلا كندير المهم ليكريتور لي بغيت، يعني كنختار ليكريتور. ملي كتكليكي على لا فليش اللي كاينه في البوليس هي هادي كتكليكي عليها كتعطيك لي ستيل ديال ليكريتور بيان سور. الوغ ديجا انا خدام فور هاد شخصيا يعني كنخدم بزاف، وهنايا مثلا نقدر ندير ليها غا المهم يعني نبدل الحجم. راه ديجا هضرنا في هادشي اللي ما مفرش في الفيديو الاول اللي حاول يتفرج فيها باش يبان ليه البلا باش يمشي معانا في الفيديو القادمين ان شاء الله وفي هاد لا فيديو او ميم طون. اوكي دونك هنايا ديزينياسيون دي زوفراج غنحاول نكبرها مثلا باش تبان ليا، غنمشي طايب دو بوليس. الو هنايا باردون راه كنمشي للبوليس ولكن هنايا طاي دو بوليس يمكن ليا نديرها المهم على حسب الطاي اللي بغيت انايا. اوكي ندير لها مثلا سايز مثلا باغ اكزومبل. اوكي دونك هنايا ملي كبرت ليكريتور تيكست ديالي عاوتاني عندي نفس المشكل، يعني ديزينياسيون دي زوفراج ما كتبانش كامله يعني ما خدتش الحجم ديال الكولون ديالي. كيفي انا اوكي نجي هنايا دوبل كليك كتاخد الحجم الكولون كتاخد الحجم ديال لو تيكست. اورايت دونك نتمنى حتى لهنا تكون مفهوم. دونك خد هادشي اللي كنعطيك بجدية، كون على يقين بانك غتستافد، ما كاين ما فيهاش ما سيوري سيغتان 1000%. هادشي اللي كندير دابا طبقو على اي حاجة بغيتي تخدمها نتايا. اوكي اورايت دونك غنسربيو شوية. دونك هنايا مثلا بغيت نكتب لي نيميرو ديال لي زارتيكل ديالي، غنكتب 1 2 3 باردون 2 et 3. اوكي مثلا عندي بليزيور ارتيكل سكي في انه
يكفي انني نسيلكشيني شيني هاد لي تخوا شيفر، كنجي لتحت كيعطي لي بلوس، كنكليكي عليها كليك غوش وكنجبد كنجر لتحت، ومن طون راه كيعطيني في الجنب شحال وصلت في لي زارتيكل ديالي. الوغ مثلا على حساب شنو بغيتي نتايا ندير لها بيس، فوالا ها لي شيفر النيميرو ديال لي زارتيكل، كنكليكي عليها او ميم طون كندير نمشي لسونتخي كندير لها سونتخي. اوكي رايت، دونك نفترضو مثلا هاد ليكخيتور هاد النيميرو دارتيكل ما عجبتنيش هكا، بغيت انا باش تكون دايرة مايلة ولا طالعة لفوق ولا، دونك شنو كندير؟ كنسيليكسيوني هاد النيميرو دارتيكل، كنكليك كليك دروا، كنمشي فورما دي سيلو اللي هي هادي، الوغ كنمشي كنمشي اورينتاسيون، الوغ كنمشي باردون اورينتاسيون، اورينتاسيون كنحاول نجبد هاد التكست هذا كيما بغيت. اوكي مثلا ندورو ب 90 درجة ولا كندير اوكي، فوالا ها هو دايا شتي. اورايت دونك فريمون شي حاجة سهلة، مثلا ما عجبتنيش هكا نزيد مثلا فورما دو سيلول، ماشي فورما دو سيلول ندير لها مثلا 45. اوكي ها هو نيميرو دارتيكل. اوكي دونك هنايا عاوتاني ملي كبروا دابا لي كولون، هاد ديزينياسيون دي زوفراج وهاد لي تيكست هادو اللي كتبت جاو لتحت، كيفي انه كنسيليكسيونيهم عاوتاني وكنجي لهنايا كنمشي باش نهزهم شويه للفوق. اوكي نعم اورايت دونك هنايا هاد الطابلو ديالنا تقريبا كمل. الو هنايا كنمشي يا اما كنسيليكسيوني على هادشي كامل، كنمشي لي بوردور كيما العاده، راه اغلبيه ديال الناس اللي هما عارفين الطريقه هذه، يعني كتسيليكسيوني كتمشي لي بوردور انفيريور بيان سور، كدير توت لي بوردور عارفين هي هادي، كتسيليكسيوني عليها اوتوماتيكمون كتعطيك. الو عندنا واحد البروبليم هنايا، كيفي انه خصني بلاتي. اوكي نجهز هادي شوية، جاتني دختيك نورمالمون جاتني مدخلة مع ديزينياسيون، سكيفي غنرجع كيما كانت فورما دي سيلول، كنجي مثلا ميلا شوية نخليها كيما كانت كاع. اوكي نيميرو دختيك كيما كانت. اوكي فريمون شحال وصلنا دابا في الفيديو؟ الو فريمون مبغيتش يكونترول الفيديو، يعني وريتكم كيفاش غدير غير تكخيي طابلو، ولكن بزاف ديال لي زانفورماسيون مازالين مكملناهمش في الطابلو هذا، دونك تا لهنايا غنحبسو هاد الفيديو فريمون مبغيتش يكونترول. المهم نتمنى، شوف خد هادشي اللي كنقولك بجدية وكون على يقين بأنك الا خديتي هادشي وطبقتيه ودرتي براتيكيتي على لا لا على شي 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 حاجه اخرى، شي خدمه اخرى كيما كانت، كون على يقين بانك غتستافد. تفرج في لا فيديو وبيان سور راه غتستافد سيري سيغتان 1%، 1% سيري سيغتان. اورايت دونك حتى لهنايا غنحبسو هاد لا فيديو، نتمنى تكونوا فريمون استفدتوا ولو غير شي شويه يوصلكم الميساج. بيان سور ما تنساوش الموتيفاسيون ديالكم، لي بون كومونتير، لي لايك، فريمون الى انت مازال ما اشتركتش في القناه قم باشتراك في القناه فهي ديالكم، باش نزيد نعطيكم دي زانفورماسيون اخرين، نزيد نتقاتلو ونعطيكم دي زانفورماسيون اخرين. دونك بالنسبه للناس اللي بغاو الورد غتجي وقتو غنديرو الورد ان شاء الله، وبالنسبه للناس اللي بغاو كيفاش غت يعني المشكل انه ملي كتجي مثلا كتصاوب الخدمه ديالك ولا كيما كانت، ولا مثلا واحد يوتيوب مثلا كان خدام في شي بروجي ولا المهم وكيبغي يطابي داكشي، الو ملي كيجي يطابي كيخرجوا ليه الاوراق نص هنا ونص هنا، يعني الكريتور كتجي مرونه شويه. الو نوريكم لا ميثود كيفاش دير تان بريميت، يعني يكون داكشي مرتب وكيخرج لك اوراق الى بغيتي تطلعهم كوم يفو كيما بغيتي، يعني سون بروبليم.
ممتن ايوا وصلت لفيديو، نتمنى الاعجاب ديالكم. نشوفكم في لفيديو الجاي ان شاء الله. كان معكم مستر سفيان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.